نحن هنا نتحدث عن أحد أهم المعالم التاريخية في قلب مدينة غزة وبالتحديد شرقها. هنا نحن نحاكي الحمام التاريخي، حمام السمرة، الذي يرجع تاريخه إلى 1000 عام منذ يومنا هذا. حمام السمرة الذي يعتبر تحفة معمارية فلسطينية قديمة تحاكي قصة حضارة، قصة شعب. تبدأ القصة هنا من هذا المدخل الهندسي الذي له علاقة بالبعد الهندسي الصحي، حفاظاً على صحة الأمراء وصحة أهالي غزة وتجارها الذين كانوا هنا. يعبر عن ملتقى الحضارة، حضارة بلاد الشام مع حضارة مصر الإسلامية والفرعونية قبلها. لاحظوا هذا المبنى الذي يبدأ من حكاية سرداب يدخل هنا كي يتم منع الهواء ودخوله على المستجمين المستحمين داخل هذا البناء. هنا حينما كان يأتي الأمير أو التاجر أو العريس أو أي من أبناء غزة القديمة أو زائريها، يقف هنا ثم ينظر إلى تلك الساحة، ساحة الاستقبال والضيافة. هذه الساحة تحاكي قصة حضارة عباسية تلتها حضارة تسمى حضارة المماليك التي كان قلبها هنا أيضا في غزة. ننظر معا سادتي المشاهدين على تلك الأرضية الملونة التي تأخذ أشكال على شكل مربعات ثم مثلثات، تحاكي حضارة فلسطينية في زمن دولة المماليك بالتحديد، الذين اهتموا أكثر اهتمام في الحمامات الشعبوية، ثم الحمامات كانت تحاكي زخف بل تحاكي طرف الأمراء، أمراء دولة المماليك البرجية والبحرية. في هذه الساحة شهدت فلسطين آلاف الحكاوى، آلاف القصص التي تعبر عن مدى وعمق حضارتنا الفلسطينية العريقة. هنا في تلك الساحة نقف ننظر إلى ذلك المكان المعماري، طبيعة الأقواس التي تحاكي ثلاث حضارات: حضارة العصر العباسي انتقالاً لعصر دولة المماليك، ثم بداية عصر الدولة العثمانية التي كلها تعاقبت على أرض فلسطين المقدسة. ننظر معاً
سادتي الأعزاء إلى هذا السقف الوحيد المثقوب في قطاع غزة، بل السقف الوحيد المثقوب في جنوب فلسطين تحاكي حضارة. انظروا معاً هنا ثقوب تم تشكيلها بشكل هندسي دقيق، تحاكي بشكل كامل جداً ذلك الفن المعماري والرقي الهندسي في فلسطين. هذه الثقوب كانت يؤتى بألوانها الزجاجية من مدينة عكا الفلسطينية. كان هناك ألوان القرمزية، الألوان الزرقاء. هذه الفتحات عملت بشكل هندسي تسمح بدخول الهواء وتحجب الأمطار وتسمح أيضاً بدخول الشمس حفاظاً على صحة المستجم داخل هذا الفن المعماري الكبير داخل حمام السمرة. هنا نحاكي أيضاً حضارة. من أين جاءت تلك التحف الهندسية؟ تلك الأشكال، أقواس ذاك الأقواس. لاحظوا هنا قوس بجواره قوس، ثم بجواره قوس آخر، ثم بشكل هندسي يحاكي حضارة المماليك. لو لاحظنا في كل الأماكن التي تم زيارتها تلك الأقواس المدببة، الأشكال الهندسية الدائرية، الأشكال التي تأخذ شكلاً مثلثاً، هذه حضارة وجدت فقط هنا في فلسطين، في أرض فلسطين، أرض الحضارة، أرض العمارة، أرض الهندسة والشموخ العالي جداً. لو نظرنا وبشكل إلى طبيعة الحجارة، تقف وترفع قبعتك احتراماً لمهندسي فلسطين في القرن الثالث ميلادي. لاحظوا هنا حجارة غزة، حجارة تسمى حجارة الحثان، تم إحضارها من صخور البحر المتوسط، من صخور بحر غزة العريق. هنا هذه الحجارة قاومت عوامل التعرية وقاومت الاحتلال لتقول أنا هنا، أنا في أرض غزة، أنا حجر الحثان، الحجر الذي لا زال صامداً، لا زال شامخاً. يحاكي مجموعة من حكاية الحجارة، حكاية الطين الفلسطيني، حكاية نتحدث بها عن ذلك الحجر الذي يعشق حجارة فلسطين. لو نظرنا ذلك العشق السرمدي ما بين غزة وجارتها الخليل، ننظر إلى هذا الحجر الذي جيء به من جبال الخليل، من جبال دورة، من جبال حلحول، من جبال الخليل المقدسة. قام المهندس الفلسطيني بقطعها ونقلها عبر عربات أو حناطير فلسطينية قديمة حتى تمتزج بحجارة غزة القديمة، حجر الحثان الغزي وحجر جبال الخليل المقدسة، جبال سيدنا إبراهيم عليه السلام. ونشبك أيضا ما بين الحثان وحجر الخليل مع أيضا تلك الزخارف الملونة من جبال فلسطين أيضا. لاحظوا هذا اللون، هذا اللون هو لون فلسطيني رباني، اللون الأسود واللون القرمزي، هي أحد جبال شمال فلسطين. نحتت وكانت جميع الأرضية هنا هي أرضية تحاكي جميع جبال وتربة فلسطين وصخورها المقدسة. Thank you.
هذا المكان الذي يتم به تسخين المياه هناك تم وضع، أتحدث هنا عن قبل 1000 عام، عبارة عن قارورة كبيرة من النحاس، النحاس الذي جيء به من صحراء سيناء، وتحت النحاس حجر كبير. تخيلوا، أتحدث هنا عن 1200 ميلادي، أتحدث هنا عن أكثر من 1000 عام تقريبا، أتحدث هنا عن حجر يشبه الحجر الحراري في عصرنا الحالي، حجر يتحمل أعلى درجة حرارة، حجر حراري. كيف تم نقله؟ كيف تم إدراكه؟ هذه هي فلسطين، أرض السماوات، أرض الحضارات، أرض الرسالات السماوية المقدسة بحجارها وبسكانها. هنا كان يتكئ الأمراء على حجارة الحثان وعلى حجارة الجرانيت الفلسطينية، يتكئ هنا بعيداً عن مداخل الهواء، وتعزف الموسيقى الفلسطينية القديمة بالأعواد أو بالربابة حسب الوضع الاقتصادي للتاجر أو الأمير آنذاك. وكان يتكئ هنا هذا الأمير ويسمع بعض من الموشحات التي تحاكي الموشحات الأندلسية التي ذهبت عبر هذا التاريخ.